الحقيقة طاقات إبداعية وشبابية في كل الجامعات المصرية مدهشة ورائعة جدا. في كل يوم بنلاقي أفكار جديدة وحلول لمشاكل كتيرة بنواجهها داخل مجتمعنا. تحفيز الطلاب ودعمهم واحدة من أهم الأهداف الجامعية اللي كل جامعة بتحطها نصب أعينها، إزاي نحفز وندعم الموهوبين والمبدعين والمبتكرين. ده اللي بيحصل في كلية الأعمال الدولية بالجامعة المصرية اليابانية اللي قدر طلابها إن هم يتأهلوا للمشاركة في مسابقة دولية في الولايات المتحدة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضيوفنا اللي نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور أحمد يحيى عبيد عميد كلية الأعمال الدولية في الجامعة المصرية اليابانية، من الطلبة المتأهلين مريم مصطفى وبيجاد حازم. صباح الخير عليكم نورنا، والف مبروك مريم وبيجاد. صباح الخير، الله يبارك في حضراتكم، وشرف كبير ان احنا نتلقى الدعوه الكريمه من حضراتكم، وان انا يعني على المستوى الشخصي متشرف بوجودي مع طلابي اللي يعني رفعوا راسنا وبينوا الى اي مدى ان الطالب المصري اذا اعطي المساحه ودعم من قبل الجهه اللي بينتسب ليها حضرتك حدث ولا حرج على مستوى الابداع اللي ممكن يصل طبعاً اليه. طبعا ده بكل تاكيد. بس خليني يا دكتور في البدايه اعرف من حضرتك، احنا بنتكلم على تاهلهم لمسابقه في الولايات المتحده الامريكيه، مسابقه دوليه اكيد هيكون فيها تحدي كبير ومنافسه قويه، لو تكلمنا عن هذه المسابقه في البدايه وتاهلهم كمان لهذه المسابقه. بدايه المشاركه في المسابقات او المسابقات بوجه عام هو يعني احد السبل اللي المؤسسات التعليمية بتدعمها حتى يتم ملء الفجوة ما بين الجانب النظري والواقع التطبيقي. فلما الطالب يجد نفسه مشتبك مع قضايا محلية إقليمية كانت أو دولية، فهو بيحاول إن هو يستدعي الجوانب المعرفية والمهارية اللي تم تعاطيها داخل قاعات الدرس من أساتذة ومحاضرين، بحيث ان هو بمفردات معينه وفقا لسياق المسابقه يحاول يوظف هذه المعارف ويطبق هذه النظريات بالشكل اللي يخلي في تطويع، وعاوز اقول شكل من اشكال المحاكاه اللي بترفع مستوى جاهزيته، لانه لما ربنا سبحانه وتعالى ياذن ويتخرج يواجه سوء العمل دون ان يكون هناك اي خشيه ولا في حاله انزعاج من ان الجانب النظري اللي خده مش مؤهل ليه في بيئه العمل. وبالتالي المسابقه اللي احنا بصددها النهارده هي احد الاشكال اللي بتدعم الجانب التطبيقي وبتستدعي الجوانب النظريه اللي تم تداولها داخل قاعات الدرس. من ضمن المستجدات اللي ظهرت على البيئه التعليميه لا سيما المصريه اللي هي الانترناشنال بروفيشنال سيرتيفيكت اللي هي الشهادات المهنيه الدوليه. جميل. والجهه اللي هي بريميا اللي هي بروفيشنال ريسك مانجمنت انترناشنال اسوسيشن اللي هي جمعيه تاهيل مدير المخاطر او جمعيه دوليه لتاهيل مدير المخاطر، من ضمن الجهات المانحه لشهاده من الشهادات المعترف بها دوليا. وهذه الجهه ايضا بترفع مستوى الوعي باهميه اداره المخاطر لا سيما بالنسبة للقطاع التجاري. خلينا نقول برضو أن من ضمن المهام المنوط بها هذه الجمعية تنظيم مسابقات زي المسابقة اللي احنا بصددها النهاردة. ده بيخلي زي ما قلنا في حالة استدعاء للمفاهيم المالية والمحاسبية اللي بيتم تداولها، وبيشوفوا إلى أي مدى المؤسسات التعليمية جهزت طلابها لبيئة العمل. وبيئة العمل هنا المقصود بها بيئة العمل الدولية في طبعاً. العالم كله، السوق طبعاً. العالم مفتوح أمام الشباب إنه يشتغل في مجال البنوك أو إدارة المخاطر في البنوك. وده خليني بقى أروح للنجوم اللي منورينا النهاردة ونقول لهم ألف مبروك بجاد ومريم. بجاد يعني الرجل الكريم في اللغة العربية، فده اسم جميل جدا. فنروح نبتدي مع بجاد، عملتوا دراسة جميلة جدا عن إدارة المخاطر في البنوك، والبنوك هي بتتحكم في اقتصاد العالم كله. احكي لنا عن الدراسة اللي هي فازت وتأهلت إلى هذه المسابقة، وليه فكرتوا في فكرة أو مفهوم إدارة المخاطر في البنوك؟ بالنسبة للجزء ليه فكرنا في إدارة المخاطر، فهي جزء كبير جدا ومهم من حيث الدراسة اللي احنا بندرسها اللي هي علم إدارة الأعمال الفاينانس والإنفستمنت. بالنسبة للي احنا قدمناه، هو كانت المسابقة باختصار بتقدم كيس ستادي في هذا المنوال،
بنقدم كلنا الإجابات في حيث بشكل ريبورت بنشرح فيه إيه المشكلة بالظبط من نفس الكيس وإزاي نحلها وريكومنديشن إزاي نقدر كنا نتفادى المشكلة بالظبط وأدق تفسير أو حل للمشكلة هو اللي بيتأهل. فكان في كذا مرحلة اللي هم أول مرحلة على المستوى على الشرق الأوسط إحنا نجحنا الحمد لله وتأهلنا في مستوى الشرق الأوسط وحاليا رايحين للمستوى العالمي في أمريكا إن شاء الله. إن شاء الله مريم يعني دراسة مهمة جدا خاصة أنها بالفعل قدرت أنها تأهلكم لدخول مسابقة عالمية. عايز أعرف منك إزاي اشتغلتي على هذه الدراسة وشايفة الجامعة كمان قدمت لك إيه؟ تمام. أول حاجة إزاي اشتغلت على الدراسة دي؟ طبعا إحنا بننافس يعني إحنا كان ما بنبصش للمرحلة الأولانية ولا التانية، إحنا كنا بننافس على الفاينل دايما وكنا بنشتغل على المستوى العالمي أكتر. أول حاجة إزاي الدراسة أو في الجامعة أهلتني لحاجة زي كده، يعني هاخدها معاكي بالترتيب. الجامعة عندنا بتوفر منح بره في الخارج لليابان بالذات عشان احنا الجامعه المصريه اليابانيه، وانا كنت واحده من الطلاب انا وصاحبتي، بس صاحبتي مش متواجده، هي جيهان حسين المصري كانت معانا وسيف في الدين، احنا اربعه بننافس في المسابقه. فجيهان كانت برضو معايا في اليابان، احنا كنا بندرس بنظام الكيس ستادي اللي هي اصلا نظام المسابقه، وده كان على مدار سنه كامله في اليابان، وده اهلنا اكتر ازاي نفكر في الكيس ستادي كبزنس سيتويشن، ازاي نطبق اللي احنا بندرسه على بزنس سيتويشن. خلينا نقول ايه الكيس ستادي كمان عشان المشاهد يفهمنا بشكل اكبر. كيس ستادي يعني حاله موجوده او حاله افتراضيه في قطاع البنوك متعلقه بالمجال ده. بالظبط، مش حاله افتراضيه، حاله حقيقيه. حاله حقيقيه موجوده. بالظبط، احنا بندرسها سواء اسباب فشلها او نجاحها، وبندرس او بنقول راينا وبنناقشها زي مؤتمر كده مع بعض ومع البروفيسور او الدكتور الموجود، وبنبدا نناقش اللي احنا درسناه في او نطبقه على الحاله الواقعيه اللي حصلت وازاي ممكن تتحسن او ازاي كانت ممكن تبقى احسن، تقدموا الحلول او الرؤيه. بالظبط، فده اللي ساعدنا في الـ في الـ في الكيس بتاعتنا. واحنا كمان كنا عاملين حاجه بسيطه كده، ان احنا ما كناش عايزين ناخد بس الحاله دي، احنا كنا عايزين نفكر اوسع. فالحاله دي كانت على السوق الامريكي، فاضطرينا ندرس السوق الامريكي، اضطرينا ندرس سيكولوجيه المستثمرين في امريكا عامله ازاي اللي تخليهم تاخدوا القرارات دي، واضطرينا ندرس كمان المستثمرين ليه بيستثمروا في البنك ده وسبب وقوعه الكيسز المتشابهه للحاجات دي. طب الافكار الحلوه دي والوصول لهذه الجائزه ازاي اطبقه عندي في مصر دكتور احمد؟ لان حضرتك اشرت الى نقطه مهمه جدا، هي الفجوه ما بين البرامج الاكاديميه او النظريه والبرامج المهنيه سوق العمل. افكار زي دي مبدعه وخلاقه جدا، ازاي انا ممكن في الاقتصاد المصري وفي الواقع المصري استفيد من افكار الشباب فيما يتعلق باداره المخاطر في البنوك، واني اقرب الفجوه شويه ما بين ما هو اكاديمي ونظري وما هو عملي وتطبيقي. اشكر حضرتك على السؤال القيم ده، بس خليني حضرتك قبل ما اجاوب اوجه الشكر لزميلتي الفاضله الدكتوره يارا مجدي المشرفه على الفريق، واللي كانت حريصه دائما وابدا على ان الفريق يصل الى ما وصل اليه، وعلى اتصال دائم باداره الكليه عشان نوفر كل سبل الدعم بحيث ان هم يعني يبقوا دايما في الصداره ونشرف بان احنا نعبر عن التجربه اللي احنا بصددها النهارده. فيما يخص سؤال حضرتك، خلينا نقول ان اطلاع الشخص او الطالب بشكل اساسي على التجارب العالميه بيوسع الرؤيه. صحيح. بس يظل في النهايه في سؤال، كيف يمكن تطويع التجارب خارج سياق الاقليم او الدوله على أرض فيها معطيات ومتغيرات مختلفة، بينها تشابه وبينها اختلاف. صحيح. مع التجربة اللي هي محل العناية أو الدراسة، هي دي بقى الجوانب المعنية بالمهارة. أستدعي الكونسبت العام أو المفهوم العام، أخذ من التجربة ما يجوز تطبيقه في مجتمع آخر وليكن المجتمع المصري، أشوف القواسم المشتركة من حيث المثالب والمزايا اللي ممكن استحضرها في ذهني وانا بتعامل مع الموقف الحاضر امامي، وهو ده بقى اللي احنا بنقول عليه بقى الخروج من التنظير الى الواقع العملي. فانا شفت دلوقتي البنك اللي اجريت عليه الدراسه، وشفت المستثمر الامريكي، وشفت كيف بنى قراره الاستثماري وتعامل الجهه اللي بتدور استثماراته،
واخد من ده معنى عام وطبقه في مشهد له خصوصيته. ده بقى اللي بيتدخل فيه الأستاذ في ان هو يفتح زوايا مختلفة للموضوع اللي اتى من بيئة غير البيئة الام او البيئة محل التطبيق. عشان كده احنا بنقول فكر على مستوى عالمي، في كونسبت شهير يقول لحضرتك ايه، think globally act locally. يعني بوسع الانجل او الزاوية بتاعتي واطلع على قدر المستطاع على التجارب والممارسات ذات الصلة. وعندنا برضو فكرة البنش ماركينج، فبشوف افضل الممارسات في الجهات اللي تمثل ريفرنس او مرجع. هل ده معناه ان انا اخدها يعني كده كوب اند بيست، يعني نقل تام من التجربة الى محل التطبيق؟ لا، انا بقى بتدخل للتطويع، وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه بقى. فبنعمل زي ما يعني دارج في الجامعات المصرية دلوقتي اللي هو التدريب الصيفي، لا سيما في الكليات التجارية او ادارة الاعمال، بنودي طلبة الى مصانع للاطلاع على نظم إدارة الموارد البشرية، كيفية قيادة الحملات التسويقية في البنوك، لمعرفة الدولة المستندية ودولاب العمل كيف يجري داخل المؤسسات المصرفية وما شابه. يبقى الحاجات اللي بياخدها بيراها رأي العين، وبالتالي بقى هو عنده دلوقتي إلمام بالواقع العملي. ساعة لما يطلع على تجربة على المستوى الإقليمي أو الدولي يستطيع إن هو بقى يطوعها وفقا لما رأى. فهنا يبقى احنا كده كل ماده بنحاول نسد الفجوه السابق الاشاره اليها ما بين النظريه والتطبيق. هايل. طيب بجد خليني اخد من كلام دكتور احمد ومن مريم وهم بيكلموا عن السكولرشيبس والسامر تريننجز، المنح الدراسيه والتدريب الصيفي، وفكره ان انت تدرس حاله بالفعل موجوده، تدرس طريقه تفكير المستثمر الاجنبي ان كان في الولايات المتحده الامريكيه او اي مكان. دي بتوسع المدارك بشكل كبير جدا، واعتقد في فرق يعني عن نوع او نمط الدراسه اللي احنا كنا بنسمع عنه في الجامعات او نوع التعليم المصري بشكل كبير. ده فادك قد ايه وفرق معاك قد ايه؟ وهل انت دلوقتي بقيت مدرك خلينا نقول المجالات اللي انت محتاج تعرفها اكتر، محتاج ان انت تتعمق فيها اكتر، وسع مداركك زي ما كان دكتور احمد بيتكلم في نقط معينه او مجالات معينه متعلقه بدراستك؟ والله لو هبقى في شكل دقيق، احنا لما كنا داخلين المسابقه كان في حاجات كتير قوي طبعا ما كناش نعرفها، لان احنا كنا الفريق الوحيد على مستوى المسابقه كلها اللي كان لسه في مرحله البكالوريوس، كلها كانت كلهم كانوا عدوا مرحله البكالوريوس. فان احنا كنا نتعلم حاجات ده كان الجزء المهم اكتر بالنسبه لي انا شخصيا، ان كل شيء اتعلمته دلوقتي لما رجعت الكليه بعد ما خلصت ابتديت ان انا اشوف حاجات ما كنتش شايفها قبل كده، او حتى انا بدرس حاجه عاديه المفروض ان انا باخدها في مستوى البكالوريوس بقى عندي معلومه زياده، تكنيكال سكيلز، اي حاجه اقدر اعملها سواء كانت مثلا كمبيوتر سيستم او حاجه زي كده. في جزء من المسابقه اللي هي اصلا الراعي الرسمي بتاع المسابقه اللي هو ماث وركس، ده عنده بروجرام، الشركه عندها بروجرام اللي هو المات لاب، واحد من اشهر البروجرامز اللي ليها علاقه بالبرمجه والحاجات اللي زي كده. فاحنا طبعا ما كناش كانش لنا الخبره الكافيه فيه، بس دلوقتي احنا شغالين عليه ومفروض هنسلم جزء كبير ومهم ومعقد جدا بنراجعه مع الاساتذه بتاعتنا طبعا في الكليه، طبعا بموافقه الدكتور عبيد ومساعده الدكتور يارا والباقي الفريق طبعا. جميل. مريم، دراسه عن المجتمع المال والاعمال الامريكي، دراسه سلوك المستثمر الامريكي وسيكولوجيته نفسيته زي ما انت قلتي، دراسه صعبه جدا. فعايز اسالك وفريق العمل، ايه ابرز التحديات اللي واجهتكم وانتم بتعملوا هذه الدراسه، دراسه الحاله على مجتمع المال الامريكي؟ هو اصعب حاجه قابلتنا ان احنا نشوف اصدق حاجه موجوده على النت، لان زي ما احنا عارفين ان في يعني لينكات كتير قوي ممكن تكون اخبار كاذبه او حاجه زي كده. وعايزه اقول حاجه دي انا فخوره بيها جدا، ان انا لما جبت الريفرنسز دي جبتها من ريفرنسز مصريه على اليوتيوب. جميل. وهي كانت اكتر واوضح واصدق حاجه كانت على اليوتيوب بتشرح اصلا الكيس دي، وكانت الريكومنديشنز بتاعتها ساعدتنا اكتر ان هي تفتح لنا مخنا ان احنا نختلق حاجات جديده. غير الناس اللي كانت اجانب او كده والحاجات اللي هم وفروها، فدي كان بالنسبه لي حاجه عجبتني جدا، وهي اصلا اللي خلتني اوسع تفكيري في المنطق ده. بس طيب دكتور احمد، هرجع لحضرتك مره تانية. في جانب اخر كمان بتقوم بيه الجامعه اليابانيه، ده هو دور مهم جدا، فكره حاضنه الاعمال او الانكيبيترز الموجوده لدعم رواد الاعمال ان كان ماليا او حتى فنيا.
حضرتك الدعم ليس قاصرا على حضرة الأعمال وإنما هي جزء من كل. وهنا بوجه التحية لمعالي رئيس الجامعة سعادة الأستاذ الدكتور عمرو عدلي، دايما يعني يؤكد في لقاءاته إما مع أعضاء هيئة التدريس أو مع الطلاب في إن القيمة المضافة من التجارب العملية والحياتية لعضو هيئة التدريس من شأنها إن هي ترفع مستوى جاهزية الطالب لبيئة العمل أكتر من المقررات الدراسية بالمعنى التقليدي. والمعنى ده بيمتد إلى حاضنة الأعمال اللي حضرتك أشرت إليه، فهي وطبعا ده يعني يعد برضو من قبيل الاستثناء لأن مش كل الجامعات لديها حاضنات أعمال. حاضنة الأعمال بتوفر الدعم المالي والفني لكل من له فكرة تستأهل أن تكون محلا لمشروع صغير أو متوسط. فلما يبقى حضرتك يعني متملك لحاضنة أعمال جنبا إلى جنب كلية لإدارة الأعمال، فعاوز أقول إن ده بيشكل أحد صور الدعم، وبرضه بيدي مساحة لتطبيق المفاهيم والمعارف اللي في الإطار بتاع البيزنس سكول أو كليات الأعمال. فإحنا بنقول للطالب عندك فكرة كونتها على مدى سنتين أو ثلاثة أو أربعة، إحنا جاهزين إن إحنا نحط لك إطار يترجم الفكرة في شكل مشروع، ولو محتاج تمويل إحنا بنقدم بمدى معين أو في حدود بادجت معينة هذا التمويل، ونستطيع إن إحنا نحتضن المشروع حتى يتعافى ويبقى يقف على قدمين ثابتتين زي ما بنقول. وبالتالي يبقى حاضنة الأعمال برضو من ضمن الحاجات اللي تضاف للجامعة اليابانية، وبتأكد على إن في منظور ورؤية مختلفة، إن القصة ليست مقررات دراسية وإنما إعداد خريج يمثل منتج نهائي لسوق العمل. محتاجين بقى من بجد ومريم افكار بقى عشان تدخل حضانه الاعمال. في سنه كام دلوقتي؟ سنه رابعه. خلاص يعني فاضل سنه وتتخرجوا، خلاص اقل من سنه، ترم واحد ان شاء الله وتتخرجوا وتقدموا افكار كمان جديده ومهمه. حابب اتكلم عن الجامعه المصريه اليابانيه، واليابان ثقافه منضبطه جدا، فيها قيم مهمه جدا للتفكير العلمي واعلاء قيمه العقل والعقلانيه والانضباط وغيره. ايه اهم القيم اللي تعلمتوها داخل البرامج التدريسيه في الجامعه اليابانيه وفادتكم في شغلكم؟ انا بالنسبه لي كانت اكتر حاجه كنت حريص ان انا اتعلمها من الثقافه اليابانيه هي المواعيد، الانضباط. طبعا اليابانيين الثقافه بتاعتهم ستريكت جدا في موضوع المواعيد، ما فيش حاجه اسمها انا هسلم متاخر او انا هعمل اي حاجه متاخر. المواعيد اهم حاجه عندهم، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي شخصيا، يعني بالنسبه لمريم مش حاجه. بالنسبه لي انا كانت هم اليابانيين، هو الجامعه عباره عن مزيج من الثقافه المصريه واليابانيه، فهم واخدين الحلو من الاثنين يعني. فالمصريه في ان انت تكون يعني بتعرف تتكلم، بتعرف تجيب المعلومه، مش بتستسلم، مثابر وعايز تعمل بالظبط. وفي نفس الوقت مع الحلو في الموضوع الياباني ان هو المتعه في الرحله مش في الوصول. وان هم عندهم يعني مصطلح كده اسمه كايزن، اللي هو التطورات الصغيره لمتطور كبير قوي في المستقبل على اللونج رن، نجاح كبير يعني نجاحات صغيره. وهو ده اللي الجامعه اصلا ماشيه بيه، وده اللي اتعلمناه برضو، ان احنا ما نستعجلش على حاجه، ان احنا نصبر، ان احنا نتعلم، وان احنا نستمتع بالدراسه. فدي كانت من الحاجات اللي الجامعه بتوفرها وبتحببنا في الجامعه نفسها. دكتور اخيرا، بالنسبه للتاهل او الدخول للمسابقه الدوليه، بيتاهلوا ازاي دلوقتي؟ يعني ان كان مريم او بجد، ايه اللي بيحصل دلوقتي عشان يقدروا ان هم يدخلوا هذه المسابقه بجاهزيه تامه؟ والله حضرتك يعني هم طبعا ادرى بالتفاصيل، انما بشكل عام الدكتوره يارا مجدي استاذ مساعد التمويل والمشرف على الفريق بتعقد لقاءات بشكل متكرر ومكثف، لان يعني هي ايام قليله وتعقد المسابقه على المستوى الدولي. وهم حاليا بقى بصدد بقى الاجراءات المتعلقه بقى بالفيزا وما شابه، عشان يبقى برضو ماشيين بالتوازي الجانب الاجرائي مع التحضيرات الفنيه. ففي كثافه وفي حاله حراك، وعاوز اقول لحضراتكم كلنا داعمين وفي حاله من حالات عاوز اقول الفرحه على مستوى الكليه، لان بقى عندنا نموذج يحتذى.
واحنا اكثر النماذج يعني الحمد لله اللي موجوده في الجامعه المصريه اليابانيه. واحنا كمان فرحانين بيكم وداعمين ليكم جدا، وان شاء الله كده تروحوا امريكا وترجعوا منصورين ورافعين راسنا بفكرتكم بالدراسه اللي انتم عملتوها عن اداره مخاطر البنوك. بشكركم شكرا جزيلا. بشكر دكتور احمد يحيى عبيد عميد كليه الاعمال الدوليه في الجامعه المصريه اليابانيه، نورتنا شرفتنا يا فندم. بشكر كمان بيجاد ومريم مصطفى الفريق المتاهل ان شاء الله للمسابقه الدوليه في الولايات المتحده الامريكيه، نورتونا وشرفتونا. شكرا جزيلا، شرف لينا.